شو أهمية اللغة الفعلوية إلنا ككرد ولتاريخنا؟ هذا تفضل. لا ليش أهمية؟ لو مسكت أي كتاب كردي تاريخي من أي مؤرخ كردي، من أي مؤرخ أجنبي، من أي مؤرخ منذ غزوة الإسكندر إلى عصر الدولة الأشكانية، مدة طويلة جدا من الزمن، إلى عصر الدولة الإسلامية قصدي، نحن لا نعرف، لم نكن نعرف أن الأشكانية لهم علاقة بنا أو أنه أساس يعني مجددا اكتشفنا هذه الوثائق. أنا اكتشفتها قبل 6 سنين وبدأت التحدث عنها. من ذلك العصر إلى عصر الإسلامي فترة 1000 سنة غائبين نحن عن الساحة. لولا هذه الوثائق الفهلوية باللغة الفهلوية ما كنا نعرف أن لنا أي علاقة مع الأشكانيين أو الساسانيين، مع العلم أحداثهم أشياءهم مدنهم عندنا نحن. بدون هذه اللغة البهلوية واستقراء التاريخ منه، نحن نعتمد في تاريخنا الكردي، يعتمدون عندنا مصدرين للتاريخ الكردي أساسي. المصدر الأول هو كتاب المهم العظيم الذي لا يتحدث أيضا عن الكرد كثيرا، كتاب الشرف نما، شرف نما لشرف خان البدريس، أعظم كتاب وأول، وهو المصدر الكردي الوحيد في تاريخه الذي كتبه كردي منا وفينا. هناك قبله ابن الأثير الجزري العظيم، الجزري من الجزيرة، من عندكم، من مناطقكم، جزيرة بوطان. نعم، ابن الأثير الجزري الذي كتب الكتاب الكامل في التاريخ، لكنه يكتب ويذكر الكرد كثيرا، لكنه كتاب عام عن التاريخ الإسلامي. فترة من بداية التاريخ الإسلامي حيث يبدأ ذكر الكرد إلى فتح الإسكندر، هجوم الإسكندر على بلاد الميديين والآريين، ثغرة 1000 سنة في تاريخنا. كيف سنملأه؟ كلما نروح إلى شارزور، إلى السليمانية، ينبشون الأرض، يستخرجون، كلها مكتوبة بالبهلوي 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 بالبهلوي. أخبارنا هي في هذه الوثائق البهلوية، ونحن نستطيع أن نستخرجها بأنفسنا. أنا ذكرت كيف طلعنا التاريخ من كتاب كارنامة غير رشيدي بابكان، كيف عرفنا أن الأكراد هم الميديين فعلا بالضبط، وثيقة تاريخية الدليل اللي بعد ذاك. أنتوا كم مرة ناقشتوا ناس وقالوا لكم الميديين مش أكراد، الميديين ما لهم علاقة بالأكراد؟ كم مرة استطعتوا تجاوبوا عليهم؟ ما تقدر تجاوب، يعني ما في إيدك وثيقة تاريخية حقيقية تربط اسم الكرد باسم الميديين مثل هذا كرد. من هنا جاي اي واحد يقول لكم الميديين مش اكراد ما لهم علاقه بتاك، قول له كردان شاهي، لا تقول له كل كذا وكل كذا، لا تقول له يا ابن الكذا وابن الكذا، قول له كردان شاهي ما هيك، كردان شاهي، ما كلمه كردان شاهي ما هيك. في كتاب كان مغير رشيدي بابا كان سيره اعمال الرشيد، دليل على ان كلامك كله خرطي، كلامك كله ما يسوى درهم، ما يسوى فلس، لان هذا مذكور في وثيقه تاريخيه قديمه من العصر التاسع. قلت منو اسكت هذا مثلا، هيك نطلع تاريخنا من هاي الوثائق البهلوية الموجوده والله في كل مكان، بس نحن الكرد ما لنا علم، في ايران يدرسوها، نحن ما لنا علم بها، احنا ما لنا علم بشيء وما لنا خص بشيء ولا نهتم بشيء، للاسف نحن مبنجين، مخدرين، مغيبين، نحن الكرد. آن الاوان، ليش طيب؟ نص الكرد يتكلموا انجليزي والماني بطلاقه، ما نص، كم مليون كردي في المانيا؟ والله ما بعرف كم مليون كردي، ما يقدروا يروحوا زياره، ما يقدرون يروحوا زياره. فرانكفورت جام هم هي معهد فرانكفورت للغات القديمه، يبعث ولد من اولادهم يشوفوه يحب التاريخ، روح ابني روح ادرس بمعهد فرانكفورت للغات القديمه وتعلم لنا البهلوي وتعلم لنا الاشكاني وتعلم لنا الساساني. صعبه شوف، حتى ببلاش الدراسه عنده، لكن مثل ما ان شاء الله يصير هيك. اذا اهميه اللغه البهلويه للكرد ولتاريخهم يعني امر عظيم جدا، يوثق التاريخ الكردي. نعم، يوثق التاريخ الكردي، ادله قطعيه على انه الميديين هم كرد، اشكانيين كرد، اللغه هم كرد، والساسانيين هم كرد، اصلا هم يعني بيحكوا كردي. فبالنسبه للغه يعني بيبرهن انه الاهتمام، طبعا اهميه اللغه البهلويه حسب ما فهمت
منها، انه عظمه اللغه الكرديه وكل شعوب المنطقه اخذه من اللغه الكرديه.